عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو، الناظر في هذا الحديث يجد الأسلوب الرائع منه عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله عز وجل، فإنه لما ذكر الحكم والتحذير بين العاقبة حتى يقتنع المخاطب قناعة كاملة، فلم يقل إياكم والغلو، وإنما بين نتائج الغلو. ما نتائجه؟ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كل هذا من أجل تأكيد وتثبيت هذا الحكم في قلوب المخاطبين.